بسم الله. دلوقتي لو عايزين نرسم سقف بشكل ان يبقى فيه هنا ميول وفي هنا ميول وفي هنا ميول وفي هنا ميول، بس الحته دي والحته دي والحته دي مفهومش ميول، تمام؟ طيب خلينا نيجي كده في الدور التاني، مش ظاهر عندي الحوايط، تمام؟ ممكن كذا حاجه اعملها عشان اظهر الحوايط. ممكن اجي هي الحوايط من الدور الاول للدور التاني، فعند الدور التاني مش باين. ممكن اقول له انا عايز هنا ال عايز هنا الاندر لاي الاندر لي ليفل 1، فيبدا يجيب لي ليفل 1 بشكل خفيف، تمام؟ طيب هبدا اقول له انا عايز ارسم روف، اقول له انا عايز اختار من خلال البيك وولز، تمام؟ هو هنا معرف الاسلوب، تمام؟ فهقول له انا عايز ال اهوت. طيب وبعد كده هقول له من غير سلوب، انا مختار هنا الاوفر هانج يعني يخرج بره الشكل اللي انا هرسمه بالمقدار دوت، ده انا عايزه من غير سلوب، تمام؟ ولو عايز اغير في اي وقت سهل جدا ان انا امسك دوت واقول له انا عايز اغير الاسلوب قد ايه، او اشيل لي علامه الاسلوب خالص، اقول له موافق، تمام؟ ونشوف المبنى كده في 3D هيطلع عندي بالشكل ده، تمام؟ هغير بس في السكشن بوكس اهوت، الغيه عشان يطلع كده. وبعد كده هعمل حاجه لازم تتعمل، ان انا اعلم على الحاجات كلها واقول له اتاش توب، واروح معلم على دوت، فيروح موصل الحوايط لحد السقف.